الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فضل بعض الأيام على بعض، بل وبعض الشهور على الشهور، وتفضل على هؤلاء الزهروات بنقل آيات القرآن من السطور إلى الصدور بعفوه ومنه وجوده وكرمه، إنه هو العزيز الغفور. أحمد ربي دائما مصليا مسلما على محمد والآل والأصحاب، وقارئا تالي الكتاب. وقال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. وأصلي وأسلم على طب القلوب ودواها محمد، وعافية الأبدان وشفاها محمد، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف لكم، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو قلم الزمان ظل يكتب ما كفى، يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف، والله لو يتفجر قبر المصطفى للبدر ولا واختفى. أما بعد وأما قبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة. محافظة المنوفية تجمعنا، معنا مكتب تحفيظ الجمعية الشرعية بزاوية رزين، ومركزنا بقرية صنصفت. أهنئ المنوفية وأهالي المنوفية كلهم جميعا بالمحافظ الجديد الذي تولى منصبه بالأمس، اللواء إبراهيم أحمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون خيرا من سابقيه، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة. واوعى تنسى طول حياتك وانت ماشي في مصر، افتكر ان لك اهل قرآن صدروا القرآن للعالم كله، والحديث للعالم كله، والطب للعالم كله، صدروا كل ما هو جميل للعالم كله. انت تصدر ايه؟ شوف انت ايه اللي عايز تصدره من علم، صدر اولاد، صدر شغل، صدر فكرة، ايه اللي في دماغك تفكر فيه؟ سمحونا. أعزائي المشاهدين، بدء ذي بدء، قبل أن أتكلم عن قصة الحرف نستمع إلى تلاوة الطالبة مي حميدة، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كم تحفظين من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كاملا. ختم القرآن أنت عندك كم سنة تقريبا؟ يعني سنة ستة، سنة سادسة. من 11 أو 12 سنة. تمام. القرآن بعطلك عن الدراسة؟ لا طبعا. تمام، شكرا مي. نسمع من مي المي، مي عبد العزيز خفية، اتفضلي يا مي. عندك كم سنة مي؟ عندك كم سنة؟ 13 سنة. أنت خايفة؟ طيب ما حدش بيتفرج علينا، احنا قاعدين مع بعضنا كده، ما فيش حد بيشوفنا خالص. يلا سمعينا كده، اتفضلي يا مي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. كم تحفظين من القرآن الكريم يعني؟ 16 جزء. تمام. ازيك يا شيخ محمد؟ عامل ايه؟ بص الكاميرا بتاعتك، بص الكاميرا بتاعتك اهي. عامل ايه يا شيخ محمد؟ طب يلا اقرا كده، سمعنا كده. عسى ربه ان طلقك ان يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شكرا جزيلا. عندك كم سنة يا محمد؟ قرب المايك كده وبص الكاميرا بتاعتك عشان الناس تشوف. بص الكاميرا اهي. ها؟ يا أيوة. لا قيس، عندك كم سنة؟ 3 سنوات؟ طب حافظ كم جزء؟ يا نهار ابيض، يا 5 مش ياما. تمام، شكرا يا محمد. اتفضلي يا منى. قولي اسمك ويا اقرا يا رب. منور السمون. الكاميرا بتاعتك، الكاميرا اهي. منور السمون. اتفضلي يا منى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. شكرا جزيلا، الله يجزاك خير. شكرا. حافظ كم جزء؟ 15. بصي الكاميرا بتاعتك برضه. 15. طيب انت سنة كام؟ 5. بتسمعي كل يوم كم وجه؟ كم صفحة؟ صفحة ونص. كم؟ صفحة وصفحة ونص. القرآن بعطلك عن الدراسة؟ تمام. طيب نرجع بقى نرحب باستاذتنا الكبيره. رساله تقولها للشباب اللي في الجامعات اللي زي حضرتك اللي لا يعلمون شيء عن القران الكريم ولا يطرقون بابه. فان من وعى القران الكريم ولو وعى البسمله والله لتغير شأن، لو
إن الصدر أو القلب الذي يعي البسملة فقط. ورد أن رجلا مات وكان مسرف على نفسه في المعاصي وترك زوجه حامل، فبعد أن هو توفى الرجل زوجته حامل، بعد سنتين أو 3 سنوات ابنه ذهب إلى الكتاب فتنطق على يد شيخه بسم الله الرحمن الرحيم، فنادى ربنا جل وعلا قال يا ملائكتي خففوا العذاب عن عبدي فإني أستحي أن أعذبه وقد خرج من صلبه من يقول الرحمن الرحيم. فإن من وعى القرآن الكريم أو وعى البسملة بدأ يفهم القرآن الكريم. تقول إيه للي ما بيعرفش من المصحف غير شكله وسايب التراب عليه، يا دوبك في رمضان كده ينفض ويبدأ يشتغل. مبدئيا أبدأ كلامي برسالة أوجهها لكل الطلبة أو كل الأصدقاء، كل الطلبة أو كل الأصدقاء. فالرسالة اللي أنا هوجهها لهم إن هما يحملوا المصحف، يحملوه من على الرفوف، يحملوه من على الطبلوهات بتاعت العربيات ويحطوه جوه في حجرات قلوبهم. حتما هتنورها، حتما ستنورها. وكمان انت لو عايز بركه في رزقك، في مذاكرتك، في وسائلك، في كل حاجه، اكيد بالقران. طيب تقولي ايه بعد ما شافوا ودوا الكتاب هي ساعه كتاب وانت في سنه، احنا انت ما عرفتيش في الفرقه القيامه ولا جماعه ايه، عرفينا. اولا انا اسمي اميره صبري الاشموني، كليه اداب جامعه المنوفيه قسم تاريخ. مبدئيا كده انا بدات احفظ القران الكريم تقريبا من السنه اللي فاتت، يعني ابتديت انتظم فيه من السنه اللي فاتت. كنت حابه يعني احفظه فعلا. في مقوله ليا بعد ما شاب ودول الكتاب دي مقوله شهيره جدا، ده ليلها نابليون على فكره. مقوله شهيره وبعض القرى والكل بيقولها اصلا. اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اطلبوا العلم من المهد للحد. بس انت ما وصلتش للحد والحقيقه انت لسه يعني ما احنا هو كده اللي يبعد عن القران الكريم. حط في صدره اي حاجه هيعيها، انما ان صدرا وعى القران انتهى. اميره بتيجي بعض الايام بعد صلاه العشاء، وعندنا في القرى بعد العشاء ده متاخر غير هنا المدن يعني، فتيجي ومنهكه. والله انا كنت هنام، قررت ان رجلي جابتني الكتاب بهذا على حد قولها لي، فسبحان الله. طيب هرجع لك تاني، ولكن بعد ايه ما نستمتع بالزهرات بتوعنا النهارده اللي معظمهم زهروات. فيش غير معانا غير عريس واحد بس ولا ايه يا محمد؟ مش عريس برضو؟ ماشي اتفضلي نسمع. اتفضلي يا رضينا المايك. يلا رضينا ممدوح سعاده بكور. ماشي بصي الكاميرا تحتك اهي، الكاميرا تحتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. أنت في سنة كام؟ سنة كام يا نادين؟ تانية. رودينا في سنة تانية؟ حافظة كام جزء؟ أربعة. أنت في سنة تانية ولا حافظة أربعة؟ السنة تانية حافظة أربعة. تمام، شكرا جزيلا رودينا. بعد اتفضلي عرفينا باسمك. براءة سمير سعيد أحمد حسن مالك. براءة؟ اللي كنت واخده اعدام. طب بصي الكلام، يلا يا سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقران ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزه وشقاق. كم اهلكنا من قبل قبلهم من قرن فنادى ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا لا. شكرا شكرا. اللي بعده إن شاء الله. فقالوا الكافرون هذا ساحر كذاب. طيب ايه دمك اللي بعدك؟ اتفضلي اسمك. رنات أعمل دكان. انت صورة ايه يا رنات؟ يونس. نعم
يونس، ايه الخطأ اللي اخطأت فيه براءة؟ براءة اخطأت خطأ وهي بتقرأ، ايه هو الغلط اللي اخطأته؟ ما طلعش لسانها في حرف ازاي. نسمعك، اتفضلي كمان، بصي الكاميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. جزاكم الله خيرا كثيرا. حافظ كم جزء في يونس الثانية؟ تقريبا 20 جزء تقريبا. لا 19. لا 20. لا أنا دخلتش في التوبة. ما تودك جزء من عندنا. براءة حافظ كم جزء؟ قربي لها ادي المايك لبراءة، حافظ كم جزء؟ 7. علي صوتك. 7. 7 ولا 8؟ أنت في سنة كام؟ 7. سنة كام؟ تانية ابتدائي ولا تانية كلية؟ تانية ابتدائي. متأكدة؟ طب تقولي لزمايلك اللي ما بيحفظوش قرآن. إيه؟ خلاص كده اعتبرت الإجابة صحيحة. شكرا، اللي بعده إن شاء الله. منة الله محمد أحمد القيم. قربي المايك يا منة وبصي هنا. انظري. أقول إيه؟ قولي اسمك واقرأ. منة الله محمد أحمد القيم. سنة كام يا منة الأول؟ ست. أنت خايفة؟ شوي. طيب حافظة كم جزء من القرآن الكريم؟ 7. 7 أجزاء؟ لا تشطري شوي ولا إيه؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يلسنون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. خايفة من ايه؟ مفيش حد معانا، متفكرة حد شايفك؟ احنا قاعدين مع بعضين. اتفضلي اسمك يا حبيبتي وعرفيني وقرأي. مياده محمد بروك امام. اتفضلي يا مياده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلكم إذا دعي الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين
الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. شكرا. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. جزاكم الله خيرا كثيرا. أعزائي المشاهدين، ومع كل أصيل وجميل ألتقي معكم ولكن بعد فاصل قصير. الحمد لله رب العالمين. أخذنا في الأسبوع الماضي حرف الهمز وأخطاؤه والأخطاء الشائعة عنه ومخرجه وصفاته. الحرف الذي يلي حرف الهمز الألف همز الباء. الباء حرف له ثلاث صفات قوة وثلاث صفات ضعف: الشدة والجهر. وباء برق، يقول الإمام الجزري، وتحية مني للبشمهندس محمد خالد غانم، ذكرنا قال في فعلا قبل ما كمل حرف الباء: الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وصديقك من صدقك لا من صدقك، مش اللي جملك ونفقك لا يقول لك والله، يطلع الحياة النقص عندك يقول لك والله واحد اثنين ثلاثة كمل شفت كذا، ده اللي يتمنى لك النجاح. أما اللي بيجاملك لا والله أنت كويسة، أنت جسمك كويس، ده أنت شكلك كويس، أنت لبسك كويس، هي بتجاملها عشان عارف عايزة تغرقها، وبعد ما تغرق كمثل الشيطان. ودي إن شاء الله في نهاية الحلقة هرجع لها بإذن الله. الباء، يقول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وباء برق باطل بهم بذي، فاحرص على الشدات والجهر الذي فيها، أي في الجي أي في الباء فيها، فاحرص على الشدات والجهر الذي فيها، أي في الباء. فالباء حرف مقلقل، حرف منفتح، حرف شدة، حرف مجهور. باء حرف جهر، أي إن النفس لا يستطيع أن يخرج مع النطق به، أب، إنما أي يمشي للحرف أب. ولما يجي في القرآن ثلاث بقات أو بقين ورا بعض، ده في الأخطاء الشائعة زي حببا حببا حببا، يشيل باء، حببا إليكم الإيمان بسم الله، معناها مكسورة بي. الباء، والباء من صفاتها الضعيفة الزلاقة، والزلاقة دي صفة معنوية بنعرفها بس، إنما تقدرش أقول لك حقق للزلاقة في الحرف. حروف الزلاقة من حرف وفر من لب الحروف المزلقة، فر من لب، خمس صفر خمس حروف. طيب الباء قصتها ايه؟ الباء عندها استعداد ان تفخم، او اي حرف مستفل، مستفل ودي من صفاته، مستفل يعني لسان لا يعلو الى الحنك الاعلى، ورقيقا مستفلا من احرفي، وحذرا تفخيم لفظ الالف، الحرف المستفل ان اللسان لا يرتفع الى اعلى الحنك. طب لو ارتفع يبقى انا فخمت الحرف. طيب هل الباء عندها استعداد لكده؟ الباء ما عندهاش استعداد، لكن لسانك اللي عنده استعداد ان هو يعمل كده مع الباء. ازاي؟ تقول مثلا بعضكم من بعض، هي باء باء. ويقول الامام فضيلة العلامة ابراهيم شحاتة السمنودي في متن لآل البيان: واكثر من الضحك في المكسور من نحو ما يملكون من قطمير الضحك. يبقى القرآن ابتسامة وتبويز، فنقرأ بي بعضكم من بعض، لا أقول بعضكم ولا أقول بعضكم، لا بعضكم، باللطف في النطق بلا تعسفي. طيب الباء من صفاتها القلقلة، القلقلة كم مرتبة؟ ثلاثة عشان وقتنا. أولا أقوى القلقلة المشدد الموقوف عليه، وتب وتب، في مقرئين في المعازب يقرأهم وربنا هيحاسبهم من لحن جالي، يقول لك إيه وتب ب، يسكت وبعد كده يجيب تاني بعد الحرف، طبعا ده خطأ جالي، لحن جالي، دي ما فيش سكت. وتب وتب، لو طب قلقلة الكبرى وتب أب، لأن الحرف الأول مشدد ما فيهوش قلقلة، فالتاني ساكن. أول عندنا حرف المشدد أصله حرفين، الأول ساكن والتاني متحرك، وتب وتب. طيب سورة المسد أجمعت جميع مراتب القلقلة، يبقى عندي أقوى مشدد الموقوف عليه، اثنين الساكن في اخر الكلم، لهب لهب،
لهب فاصل لأذان العصر ونعود إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع لحرف الباء ولكن بعد تلاوة الآنسة شهد. تفضلي يا شهد عرفينا وتفضلي اقرأي. بص كاميرتك واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. شاهد تفضلي. بصي الكاميرا بتاعتك انظري الى الكاميرا. اسمك ايه؟ بصي لا ما تكلمنيش خليك ايه وصلك كلميني. اسمك ايه؟ نيرة. نيرة ايه؟ حي. طب قربي المايك. يلا تفضلي اقرأي يا نيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شكرا جزيلا يا رب جزاكم خيرا. تفضل يا محمد. اسمك ايه؟ محمد الزيان. انظر هنا. اعوذ بالله. لا اسمك ايه؟ محمد الزيان. انت متجوز ولا لسه خاطب؟ اتجوزت ولا لسه؟ طب خلاص اتفضل اقرا احسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا محمد. محمد قول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إذنك يا محمد ودي همسة في أذن كل أصحاب الحضانات ومكاتب التحفيظ. البسملة الولد بيطلع من الحضانة حافظ البسملة غلط تبقى يقضيها طول عمره يقرأها غلط. وطبعا في ميزان سيئات المعلم او اللي علمه البسملة. مش محمد تكلم على بصفة عامة. احنا بنسمع بسم الله يعني الشيطان. الله هنا بمعنى ابليس الذي يلهو. وتسمع الرحيم برضو ما فيش كلام من ده. والبسملة آية في الفتحة. بصوا في الكتاب الله تلاقيها رقم واحد. البسملة الفتحة فيها 14 شدة. البسملة لوحدها فيها كم شد؟ بصيت كم مرة؟ الصح اسمع معلش ممكن الكاميرا تقرب مني شوية هقرأها مرتين اتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا محمد الله يجزيك خير. كمل يا محمد. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بوصرت. ما شاء الله. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شكرا يا محمد. أنت عندك كم سنة يا محمد؟ سنة اتنين. ده ازاي؟ عندك كم سنة؟ في الحضانة. في الحضانة كي جي 1 ولا كي جي 2؟ أنا معرفش اللي دول فيه بعد كده. شكرا يا محمد. اتفضلي يا
ندى يلا عرفي نفسك وبصي كاميرتك واقرا. يلا بصي الكاميرا بتاعتك اتفضلي. عرفي اسمك؟ ندى عاد. اتفضلي يا ندى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. شكرا جزيلا ندى. شكرا جزيلا ندى. سنة كام يا ندى؟ تعالي الصف الثاني الابتدائي. طب هاتي المايك. تعالي هاتي نكتان. تفضلي ارجعي مكانك. عرفينا كده اسمك ايه؟ نادين رمضان زيدان. اه كده بقى نادين. بصي الكاميرا بتاعتك عشان ما حدش بعد كده ابوك هيجي يقول لها اقول له ماليش دعوه هي اللي عملت كده. اخبارك؟ سنه كام؟ ست. ست حافظه كام جزء؟ قران كريم كامل. خدنا من امتى؟ انا في سنه خمس. تمام. طب ما تسمعينا كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ألف شكر. شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا نادين. مين اللي بيعينك على الحفظ في البيت والمراجعة؟ ماما وبابا. تمام. توجه لهم رسالة تقول لهم إيه؟ شكر. والله تمام كويس. يعني مفيش غير شكرا؟ تمام. شكرا جزيلا. طبعا نادين من بيت قرآني يا إخواتها كلها ختمين القرآن الكريم. أخت محمد كان نجم الحلقة الماضية وأبوها ووالدتها من الناس اللي بيعينوا ولادهم. ما في يوم من الايام والدتها بتمر وانا في الكتاب فوجدت لقت نادين بتعاقب. فنادين جت اليوم التالي بقول لها ايه امك عملت معاك ايه في البيت باللفظ. قالت لي امي ضربتني تاني. قالت لي مش ما حفظتش ليه؟ قلت لها والله كنت بذاكرت لها القران اهم من المذاكره. حصل يا نادين ولا ما حصلش؟ شكرا جزيلا. اتفضل يا حبيبتي عرفي نفسك وكرة. قرب المايك وبص الكاميرا. انا اسمي هدايا محمود القن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. جزاكم الله خيرا كثيرا حبيبتي. تخيف ليه؟ شكرا. المايك اللي بعدك تفضلي. اسمك ايه؟ منى. علي صوتك. منى. منى ايه؟ منى اسمها مصطفى العطار. اتفضلي. بسم الله. بصي يا منى هنا. بص هنا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون. ان تقولوا ما لا تفعلوا
إن الله يحب الذي قاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان. شكرا جزيلا حبيبتي، الله يفتح عليك، شكرا جزيلا. اتفضلي يا حبيبتي، عندك كم سنة واسمك ايه؟ اسمي منى كرم عبد المنعم الخمر. صغير سنة كام؟ سنة رابعة. حافظة كم جزء؟ حافظة 19. طيب سمعينا ما شاء الله، سمعينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شكرا جزيلا، جزاكم خيرا كثيرا. نرجع بسرعة كده، رسالة أخيرة توجهها في أقل من نص دقيقة بالضبط. لو هنوجه رسالة للشباب، يعني إيه القرآن؟ جعلوا لكم موعد مع القرآن في وسط زحمات موعدكم، خلوا لكم موعد مع القرآن، أكيد هتلاقوا. معلش في حاجة هقولها أخيرة، إن هو يعني مثلا إحنا عندنا في اليوم 24 ساعة، لو ساعة واحدة خصصناها في اليوم اللي احنا نحفظ صفحة تمام، مش هتخسر معانا كتير. في اقل يعني مثلا احنا عندنا الجزء فيه 22 صفحة، انت في الاسبوع هتحفظ حوالي 6 صفح، وتعمل يوم واحد اللي هو مراجعة اللي هو يوم الجمعة تمام، يعني تقريبا هتختم القرآن في مدة قليلة تمام. طب ليه نضيع الفرصة دي من ايدينا؟ تمام، فبلاش نضيع الفرصة دي. يعني رسالة يعني أتمنى لهم. والله يا رب صوتك، لكن مش هقول الدنيا، ربنا ما عندوش مانع أن الخير والبركة تنجح تاني للناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، لو آمنوا لفتحنا عليهم. إنما إحنا النهاردة عمالين كل واحد كله عمال يتكلم على كله، وكل واحد عامل بيفتي في كل اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. طب تعالى وقف، حتى لو اقرأ آية حتى تلاقي ناس ملتزمين شكليا والفاتحة ما بيعرفش يقرأها، وده خطأ فادح، وده ركن من اركان الصلاه، والخطا في الفاتحه يبطل الصلاه عند الشافعيه وغيرهم. شكرا جزيلا اميره. اختم معكم بايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى كما تعودنا. قبل ما اقرا شوف يا سياده المغرب معنا كم دي وقت. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله من أصدق من الله قيلا، صدق الله من أصدق من الله حديثا. أخوة الإيمان والإسلام، أترككم في معية الله وأمنه، أستودعكم الله الذي إذا استودع شاء حفظه. إلى لقاء معكم في الجمعة القادمة إن شاء الله قبل هذا الموعد بأقل من ساعة. أشكر من عاوننا في إخراج هذه الحلقة، مخرجنا العظيم ربنا يجزيه خير، ومصورين معنا تعاون معنا أخواننا هنا في القناة
ربنا يجزيهم خير. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.